طبعا بقت المنافسة الأقوى والأفضل في أفريقيا. أول الكرة كاما موبومبو، تمرير مرة تانية يا كاما اللي عايز يشوت الكرة، لكن مازن رضا يعمل معها صد ويدخل يشوت الكرة ويحرز. خيري بيجهز في الخط الخلفي، بيسيب الكرة لرمضان اللي عايز يطلع يشوت الكرة، يسيب الكرة لعلي زين، تقاطع يلعب الكرة حلوة قوي مع جملة تكتيكية حلوة لأكرم يسري. ساسي جراسي عايز يلعب الكرة من بعيد يشوت الكرة بره، دي كصانع العاب يلعب الكرة حلوة قوي لعلي زين، بيلعب الكرة لمحسن رمضان لكن بيقابله على التسعة متر حسب عليه بيرا مدرب الحراس الاسباني. مرة تانية يشوت الكرة من بعيد، صانع الالعاب محروسة. مرة تانية خيري يلعب الكرة لرمضان اللي عايز يعدي محسن رمضان، يلعب الكرة حلوة قوي العادل على الدايرة هايلة. تمرير مرة تانية عايز يعدي كده من تترو علي، يلعب الكرة في الماء تطلع مرة تانية عند علي زين، يلعب الكرة عند مازن رضا، مازن رضا يلعب الكرة ياخدوا الدفاع لتحت، واحد يطلع من فوق الدفاع يشوط، لكن مين يمسك خط المنقط اللي قدام حضراتكم دايما بيتحرك عليه جميع اللاعبين وبالتحديد الخط الخلفي اللي بيعمل التحركات. عادل يستلم بالمهارات ويحرز الهواء، عايز يعدي يلعب الكرة على الدار لكن يقطع كويس قوي، يجري مازن رضا اللي عايز يعمل هجوم خط المنتخب مصر محسن رمضان، محسن رمضان يلعب الكرة عند اكرم يسري في اليمين ويتصدى الحارس. تمرير خط خلفي لكونغو 4-2 بيطلع من على الدايرة، يسيب الكرة عايز يعدي يشوط الكرة قوية بإفريقيا للرجال. علي خيري يلعب الكرة عند علي مرة تانية عند خيري اللي عايز يعدي يسيب الكرة حلوة قوي محسن رمضان اللي يشوط الكرة، ايوه عايز يعدي يشوط الكرة بيلعب الكرة عند لك عايز يجهز نفسه يشوط، يلعب الكرة بالمهارة تتقطع لكن حاول عليها خيري تروح مرة تانية للكونغو اللي بيغير اتجاهه ويروح في انفراد مع علي. مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي عند خيري بيخترق كويس قوي خيري ويحرز الهدف لمنتخب مصر. عايز يعدي او يشوط طالع لبره مازن رضا خطوتين عشان الباك ما يعديش لكن يعدي ويشوطه لكن علي طالع حارس المرمى. مره ثانيه عايز يعدي كره من اي ولا كان عايز تروح للكونغو اللي عايز يعدي يشوط ويشوطه لكن معاه علي كويس قوي. الباك الشمال مولوندا ميبيلي فاول مهاجم يجري على طول يلعب حلو قوي محسن عند مازن، يلا يا مازن والمرمى خالي عايز يطلع من على الدايره يسيب الكره كويس قوي يرجع مره ثانيه يعمل دبل تكف شوط من بعيد لخيري طالعين على التسعة متر على خيري وعلى علي زين او قدام حضراتكم طالعين بره ال10 متر يستلم الكره عادل لكن عايز يعدي يجهز عايز يلعب بالينجا كرات المدافع مع دخول المهاجم دخول بقوه مره ثانيه علي زين الله ياخد رميه حره. يساسي بوتسيل جراسي يجهز للباك الشمال ولكن بيعملوا جمله تكتيكيه وعلي 100 مره ثانيه يلعب الكره على الدايره ويحرز الهدف. دي موطنه الاصلي من 95 ل 2013 كان روحية تدريبيه اكرم يسري. مره ثانيه تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة من بعيد ويحرز الهدف للكونغو عملها كويس قوي يا كاما مومبو. مرة تانية على الدايرة ما بيديش حاجة لكن تروح لعلي زين اللي بيتابع او ثانيتين من احداث الشوط الاول. محسن رمضان يسيب الكرة حلوة قوي لعلي زين اللي يلعب الكرة الخيري اللي يعمل كرة حلوة بيتصدى الحارس بيتصدى الحارس يجهز المرمى خالي رجع خلاص تروح علي اللي يلعب الكوره لمازن رضا اللي بياخد انفراد لوحده هو والحارس ويحرز الهدف مازن رضا. هاي لمازن 9-7 لصالح منتخب مصر. استلم الكره تمرير خط خلفي عايز يشوط الكره من بعيد وعلي من جديد يا كاما مومبو مره ثانيه خيري يلعب الكره رمضان يختار كويس قوي محسن رمضان ويحرز مره ثانيه تمرير خط خلفي عايز يعدي يشوط الكرة من بعيد يتصدع فيصل على مستوى الباك الشمال سيف الدرع صنع لعبه باك شمال يشوط الكرة قوية سيف كسيف كسيف أحد اللاعبين
مرة تانية تمرير، عايز يشوط الكرة من بعيد ويشوط الكرة قوية. مرة تانية يتصدى لسيسا الحارس. بويا مومبو، بويا مومبو وكوكو، لكن تتقطع كرة وتروح عند سيسا اللي يجري سيسا لوحده خالص ويروح في انفراد المرة دي في المعاد. سيسا يحرز الهدف. سيسا الجناح الشمال لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر بدأ يشوط الكرة لكن تروح عند محمد علي. سيف سيف سيف، يلعب الكرة كويس قوي عند عبد الرحمن. مرة تانية عند الكونغو العزول لكيبيريلا اللي يشوط الكرة قوية قوي قوية. مرة تانية يعدي كويس قوي هوبا مهاب سعيد، بيعدي كويس من الدايرة ويسيب الكرة يا كاما مومبو، تروح لأكرم يسري اللي يعمل هجوم سريع مع سيف اللي يقدر يخترق سيف ويشوط الكرة. ولد يا ولد يا سيف يا ولد، فعالية عالية قوي من سيف. مرة تانية عايز يشوط الكرة من بعيد ولكن تيجي الكرة في القائم وتروح للجناح الشمال مع علي اللي يتصدى خط خلفي. مرة تانية يعمل دبل تكف ويشوط من بعيد لكن يشوط الكرة بقى. سيف مهاب يلعب الكرة حلوة قوي هوبا، كرة مطلوبة هوبا دي، كرة مطلوبة. يلعب الكرة بسهولة وبعيد عن الالتحامات، بيلعب زيادة عدد دلوقتي علينا الكونغو. مرمى خالي يلعب الكرة، شوت الكرة قوية أرضية 15 11. مرة تانية يلعب الكرة حلوة قوي المهاب، حلوة يا مهاب. هاي بينتهي الشوط الأول 16 11 كانت آخر. بالينجا يعدي تخطو الخط الخلفي مهاب سعيد ولكن يتصدى الحارس، بيتصدى إساسي اللي عايز يعدي تقاطع الخط الخلفي ما بين الباكين وصانع الالعاب، عايز يشوط الكره ويلعب على الدار، يلعب الكره على الدار لكن لمس خط 6 متر. يلعب الكره يطلع من على الدايره يسيب الكره اللي عايز يشوط الكره من بعيد يتصدى له محمد علي لكن تروح مره ثانيه على الدايره اللي مره ثانيه عايز يعدي سيف يلعب الكره كويس قوي. هاي عبد الرحمن بيشوط الكرة قوية، عبد الرحمن من الباك الشمال بيدي التنبيهات طبعا هو عايز يكمل بالأداء ده لكن يتصدى له كويس قوي محمد علي. هاي هاي لعلي المرة دي يشيل الكرة حلوة، يلعب الكرة عند سند 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 وكوكو هنشوف عايز يجهز لكن يقطعها كويس قوي سيسا المرمى خالي يا سيسا، حلوة حلوة قوي 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 يا سيسا، حلوة 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 الكرة. عايز اعرف هو يقصد بيه ايه لكن هو عايز يخلي بقى يلعب لوحده خالص. سند 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 سيف سيسا 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 يطير من الشمال سيسا، يعمل ضايف حلو قوي سيسا ويلعب الكوره ما كانش متابع معانا الشوط الاول انتهى بفارق 5 اهداف. مره ثانيه التمرير عايز يعدي يشوط الكوره من بعيد بره، كوره لسيف صانع العاب سيف يلعب الكوره عند فيصل يا ولد على التمريرة خطيرة خطيرة قطع له كويس قوي سند من الجناح يشوط الكرة بره تروح زيادة عددية سيف مهاب 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 يا ولد يا مهاب في الزاوية 90 الشمال آخر جمال هوبا كرة قوية ومطلوب 12 تصويبة قوية. مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة يستلم على الدايرة يا علي يا علي يهاجم المهاجم علي محمد علي 12 تمرير خط خلفي عايز يعدي ياخد رميه مره ثانيه مباراه فرديه وينجح المره دي مره ثانيه مهاب عايز يلعب الكوره حلوه 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 لسيسا بياخد ارتقاء عالي ثانيه تمرير يلعب الكوره من بعيد قويه لكن يتصدى علي وتروح حلو قبل اللاعب وياخد الكره يلعب الكره حلوه قوي عند عبد الرحمن من الثبات يا ولد بلياردو اللي فات ولد سمعنا صوتها من قوتها عرضها القائم اليمين وتروح قويه قوي اهو من العرض من الصاله الكبرى مجمع الصاله الان كده نقص عددي للكونغو 24 13 لصالح منتخب مصر. مره ثانيه هوبا يلعب الكره لكن يرجع مره ثانيه كويس يا هوبا كويس وتيجي لمازن رضا ويحرز الهدف مازن رضا الكرة جت مرة تانية بيجهز مالينجا اللي عايز يشوط الكرة يحرز 25 مصر 14 الكونغو يلعب الكرة حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي الجملة كلها حلوة خد معاه دفاع كويس قوي ولعب له كرة عبد الرحمن لوحده خالص بيدخل مازن تمرير
يا ولد يا هوبا، يلعب الكرة المطلوبة هوبا. لا 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 لا، مهاب مهاب مهاب، قافلين عليه المساحات، كويس الدفاع، يرجع مرة تانية عايز يعدي. وكوكو 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 27 مصر، يلعب الكرة حلوة قوي لسند، لكن ياخد رمفي. عبد الرحمن تحتيه هاشم، يلعب له كرة حلوة، يلا يا هاشم يا ولد، يستلم الكرة حلوة قوي محمد ممدوح هاشم ويحرز الهدف. هاشم استلمها الكرة مرة تانية، تمرير عايز يلعب الكرة يا ولد يا علي. مرة تانية سيف عايز يعدي، يلعب الكرة، فاول مهاجم، حسب فاول مهاجم على محمد ممدوح هاشم اللي بيجري انفراد 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 ويحرز، يحرز الهدف مالونجا. مرة تانية تمرير خط الخلفي عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة يا ولد يا ولد يا رضا، عودنا على كده من بطولة. مرة تانية تمرير الخط الخلفي عايز يعدي، يسحب الملعب عند سيف، يلعب الكرة لهاشم، لكن فاول مهاجم 19 دقيقة من احداث الشوط الثاني. وكوكو يلانجا ساسي، وكوكو يلعب الكرة على الدايرة لكن لمس خط الستة متر، يستلم عايز يعدي سيف على مهلك، يلعب الكرة لهاشم، يلعب الكرة لفيصل لكن تبقى رمي، عايز يعدي مرمى خالي عند الكونغو، عايز يشوط الكرة من بعيد او يلعب على الدايرة، يلعب الكرة على الدايرة، هايلة 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 علي. مرة تانية يلعب الكرة حلوة قوي عند سند، على مهلك يا سند يا ولد يا ولد، سند هجومية بيطلع عايز يشوط من بعيد لكن يستلم الكرة من على الدايرة وعلي هايلة، ولكن رامية جزائية، رامية جزائية. عايز يعدي، يعدي كويس، يجري خيري، يلعب الكرة عند سيف لخالد وليد، لخيري اللي بيشوط الكرة على الخط الخلفي، يقابل يا كاما، يا كاما عايز يعدي سيسي يشوط الكرة ولكن علي يتصدر الكرة كويس قوي، كرة علي، محمد علي يلعب الكرة عند مهاب، يلعب الكرة عند سند اللي يلعب الكرة، شاط الكرة سند راي خط الخلفي، خوان كارلوس باستور عايز يعدي يكاما، يلعب الكرة في، عايز يلعب كرة من ألعاب الهوا يا علي في الوقت ده، ولعب طول المباريات في الدور الأول باثنين لاعبين على الدايرة، سيتا لوف وسيتي نيف، وقالوا له ليه؟ قال لهم أنا ما عنديش خط خلفي قوي. أوه سيف سيف، يشوط الكرة قوية سيف ويحرز الهدف. تمرير خط خلفي، يلعب الكرة اللي بيلعبها عايز يعدي، يلعب حلوة قوي الكرة حلوة، الحكم بيدي رامية جزائية، ايقاف دقيقتين ده واضحة جدا، هو بقى ده الالتحام اللي يعني يخوف، بعدين يدي الرمية الجزائية. مهاب مهاب ويحرز الهدف على المركز الثالث، ودي كانت اخر ميدالياتهم واخر مرة يدخلوا على مستوى اول وثاني وثالث البطولة. شوت الكرة تصدر محمد علي، يلعب الكرة حلوة قوي خيري عند مازن، يلعبها مرة تانية خيري حلوة قوي، بيرجع له الكرة، عايز يعدي، طالع لبره مهاب اللي عامل مباراة جيدة النهاردة، مهاب عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة قوي خيري، هايلة هايلة خيري هايلة، بمهارة فردية عالية بيعدي كويس قوي خيري ويحرز الهدف لمنتخب مصر 34-18، عدى كويس قوي بمهارة، يشوط الكرة ويقف للكونغو على مالك ويشوط، مهاب يشوط اخر الكرات ويم سعيد عبد الغني، جميع الاتحاد المصري لكرة اليد دايما الاداء بالعطاء بالانتماء.